الحديث الأول هما حديثين، ماني عارف أنا ماني فاهم كيف يوفق بينهم. إذا ابتليت معنى الحديث أعتقد مش النص، إذا ابتليتم فاستجروا، إذا ابتليتم النص فاستجروا. وبين الحديث الآخر، حديث الحديث الطويل هو لا ألفين منكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيتحدث عن المرحلة ما عندي من الصورة في صحيح الجامع، أن هناك أناس يعني أقوام منا يأخذون من الليل كما نأخذ، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله يتحدثون. ممكن تذكر الحديث هذا؟ أنا مثلك ما أستحضر نصه، لكن أظن موضع الإشكال هو في هذا، إذا خلوا في محارم الله انتهكوها. طيب شو الإشكال؟ يعني إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني أنا فهمتها بشكل أنه إذا خلوا بينهم وبين أنفسهم انتهكوها. الحديث الأول اللي فهمته أنا أنه في أمر إذا ابتليتم فاستتروا، يعني الواحد إذا فعل شيء يفعله في السر. هذا اللي فهمته يمكن. لا، وبارك الله فيك. أولا هذا الحديث الأول رأيته في صحيح الجامع؟ لا. إذا ابتليتم فاستتروا الحقيقة ما أنا ما كان عندي فرصة معنا. هذا الحديث لا أصل له. ولذلك فأنت تستطيع أن تستريح منه ويبقى حديثك الثاني على دلالته الظاهرة. لكن في حديث قد يفهم منه معنى الحديث الأول، وأقول قد وأعني ما أقول، لكنك إذا نظرت في هذا الحديث الصحيح لم تشعر بأنه متعارض مع هذا الحديث الثاني الصحيح الذي هو في صحيح الجامع. ذاك الحديث في صحيح البخاري يقول الرسول عليه السلام: كل الناس معافى إلا المجاهرون. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يمسي الرجل يعصي الله عز وجل ثم يصبح فيتحدث للناس أنني في الأمس فعلت كذا وكذا. هذا يلتقي مع ذاك: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. لكن ليس فيه حظ على المعصية، وإنما فيه أنه إذا ابتلي لا يكشف القناع ولا يفضح نفسه. فإذا كان هذا هو المعنى وهو كذلك معنى الحديث الصحيح، فالحديث الصحيح هذا الذي عندك لا يتعارض مع هذا، لأن هذا فيه ذم لأناس يتظاهرون بالصلاح والتقوى فإذا خلوا بأنفسهم انتهكوا محارم الله. هل يقصد هنا المحارم يعني تعني الكبائر فقط أو لا؟ المحارم يعني محرمات بشكل عام صغيرة أو كبيرة. إنه الحقيقة الصغائر يعني ما ينجو تقريبا منها أحد، يعني قليل بس. صحيح، لكن على كل حال في هذا بذكرني بحديث آخر صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب. تعرف هذا الحديث، وأنه كيف أنه يضرب مثلا بمن يجمع حطب صغير يتأجج من النار. لذلك يكون المحارم والمحرمات فيها الصغائر والكبائر، ليس معنى ذلك أن الأمر سهل، لأن باجتماعها فتحرق. مثل ما قال عكفة في كتاب الكبائر: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع استغفار. أي نعم.